ألف سرزلة وسرزلة معي أنا لقمان دير هكذا حدثنا هردبشت. حوار مع سوبر ماركو. أوقفني في السوبر ماركو تبعه وقال شو شايفك اليوم جاي لعنا مو لعن جارنا؟ صحيح وين المسألة؟ المسألة حلة عندك مو عندي، يعني أنت بالعادة لما بيكون فاتح بتفضل تشتري من عنده. إيه صحيح بفضل اشتري من عنده. ليش بقى؟ شو في عنده ما عنا إياه؟ الحقيقة عنده ابتسامة لطيفة جدا وخاصة، في عنده سلامي وأشقوان وحبش وطلياني ما بعرف، بس في عنده كمان حركة فكاهية حالما يلمحني. يعني بيضحك؟ إيه بيضحك ها؟ مو بس بيضحك، في كمان شغلة إنه بيشغل لي مخي فيه ولو لثواني. بقول لحالي شلون بده يبلش بحركته الكوميدية الأولى ورسالته اليومية لإلي هالمرة؟ شو يعني أولى؟ شو يعني أولى؟ الأولى هي الأولى التي لم يتكون منها شيء سابق ويتكون مسخها في اللاحق، لكنها تبقى عصية على التقليد. العصية صعبة علي، شو بتعني دخلك؟ العصية هي مثل الهدية، على وزنها حطن زكاتك على الميزان، هذا نفس الشيء. الهدية نعمة لنعلنها على الملأ ونشيع بهذا الإعلان الهرج والمرج والبهجة والمرح. والعصية حبيب، العصية هي تلك النعمة السرية التي لا يمكنني لشدة سريتها أن أبوح بها إليك. وشو مشان جارنا المفضل؟ فعلا مفضل، لأنه نسيت لك أنه بيعطيني بكل حركة فكاهية من حركاته الذكية فكرة جديدة وطريقة جديدة وزاروبة جديدة وسقاء جديد، بيعطيني فكر وطاقة. لا هو مو المفضل بس عندي، بل عند الجميع، لا لعيوب فيك بل لأنه هو فنان. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان دركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.